خططي وفني. تنقل محمد جابر توفيق وشهرته ميدو جابر بين عدة أندية ما بين السك الحديد والمقاولون حتى استقر به الحال في الألمونيوم الذي أصبح من خلاله جلادا للحراس، كما انتقل بين أندية القسم الثاني، وهنا كانت نقطة التحول إلى مصر المقاصة. قدم مع الفريق الفيومي عام 2015 أروع مواسمه على الإطلاق التي جذبت أنظار الصراع عليه، فتم الإعلان رسميا عن انضمامه للقلعة الحمراء في أغسطس عام 2016. ميدو جابر النجم الصامت في محراب الأهلي. ربما يكون نجم صامت عشان هادي شوية ومؤدب شويتين، لكنه مش صامت خالص في الملعب، بيصول ويقول لعيب مميز جدا، لعيب من اللي تحب تتفرج عليهم، لعيب من اللي تحب الكرة تروح له برجله كده الشمال وهو واقف، والسرعات بتاعته بيخش ويروغ على 18 ويلعب لك واحدة، لعيب مميز جدا. طمنا على اصابتك يا حبيبي. اولا الحمد لله بقالي الحمد لله 4-5 تمرينات بتمرن الحمد لله، يعني الحمد لله جاهز باذن الله يعني المباراه القادمه ان شاء الله. المباراه اللي جايه حوريك ونكري يوم السبت، لو وقع اختيار مستر كارتلون عليك تكون جاهز ان شاء الله. والله ان شاء الله يعني انا بتمنى اكون موجود طبعا، لكن اي حد فينا اي حد الفريق كله مدرك وعارف اهميه المباراه، يعني فاحنا كلنا مركزين اذا كنت انا موجود او مش موجود. الماتش ده مهم جدا جدا في مسيرنا ان شاء الله للبطوله باذن الله. يعني مباراه كبيره ومباراه مميزه، والاهلي في البطوله الافريقيه هو الاهلي في بطوله الدوري يبحث عن الفوز فقط. طبعا لا، هو النادي الاهلي معروف يعني على مر العصور، مش الفتره دي يعني، على مر العصور كل بطولات النادي الاهلي بيدخلها بيكون مركز ان شاء الله انه يحصد البطوله، فاحنا كلنا مركزين وعارفين اهميه بطوله افريقيا بالنسبه لجمهور الاهلي. هي غايبه عن النادي الاهلي بقى لها كذا موسم، لكن ان شاء الله السنه دي باذن الله ان شاء الله. احنا السنه اللي فاتت كنا قريبين جدا يعني في الفاينل، لكن ربنا ما ارادش يعني في عوامل كتير يعني ربنا ما كتبلناش التوفيق يعني، لكن ان شاء الله السنه دي باذن الله نامل يعني ان احنا بنجتهد وبنتعب عشان نسعى جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله، وباذن الله السنه دي ان شاء الله البطوله تكون في حضور النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. قدر الله ما شاء فعل، الاصابه جت في توقيت صعب، واقف على رجليك بتأدي بتشارك بشكل اساسي، انت عارف المنافسه في الكوره، اللعيب لما يتصاب في لعيب تاني بينزل والامور، توقيت الاصابه كان صعب عليك؟ لا والله، هو انت عندك حق طبعا استاذ، يعني توقيت الاصابه الحمد لله ربنا كان موفقني الفتره الاخيره مع مستر كارترون، وانا يعني ما عنديش مشكله. الاصابه ربنا بيكون كاتبها لك في وقت، هو مش كاتب لك انك تلعب في الوقت ده، كاتب لك ان انت بدات تلعب وبدات تشارك بشكل مستمر وظاهر بشكل متميز، لكن الاصابه اوقات ممكن تغني عنك حاجات كتير، ممكن تبعد عنك حاجات كتير يعني، لكن انا بحمد ربنا في اي حال يعني، اذا كنت انا بلعب وبادي بشكل كويس او في الاصابه ما عنديش مشكله خالص الحمد لله. وعادي الاصابه عادي، انا اوقات في لعيبه في مكاني ممكن تتصاب، ممكن انا اخد مكانها، ممكن انا في وقت اتصاب في حد تاني يركب ويكون مش بشكل كويس، اهم حاجه مصلحه الفريق يعني في الاخر. طبعا مجهود كبير لميدو جابر، مجهود كبير مع النادي الاهلي، لكن في البدايات يعني ما حسيناش انك خدت فرصتك الكامله، كنت دايما تلعب تأدي، كان في ظروف للمباريات، ميدو جابر قاعد، لا ماشي، لا ده ميدو جابر بيثبت نفسه ولاعيب كبير مستمر في النادي. البدايه كانت صعبه شويه مع النادي الاهلي. لا والله دي حقيقه يعني، هو النادي الاهلي يعني ايه، انت في اي نادي تاني انت بتلعب بيبقى فيه نجوم، بس يعني انت ممكن يبقى فيه نجم اثنين ثلاثه، لكن في النادي الاهلي فيه نجوم كتير، فانت في منافسه كبيره جدا بتكون موجود فيها يعني. لكن انا في اول ما جيت النادي الاهلي من سنتين، انا كان في اوقات بلعب ممكن اكون كويس، ممكن فترات اكون مش موفق، اكون وحش، لكن كلها خبرات بتاخدها يعني. النادي الاهلي موجود دايما في المقدمه، موجود دايما بلاعيبته يعني، فانا بحاول ان انا انمي من قدراتي، احاول ان انا اعرف ايه ناقص ان انا ازوده، اعرف المدير الفني عايز ايه، احاول اعمله، فالحمد لله يعني الفتره الاخيره بدات ان شاء الله يعني. طبعا مع النادي الاهلي والمنافسه بتختلف خالص، وجودك في النادي الاهلي بيختلف على اي نادي تاني في المنافسه والمشاركه. بص والله لا دي حقيقه وده طبيعي، لكن انا في الانديه معظم كل الانديه اللي لعبتها ليهم فضل كبير جدا عليا يعني، بدون ذكر اسماء طبعا الناس كلها عارفه الانديه اللي لعبتها، لكن النادي الاهلي قيمه كبيره جدا جدا يعني، اي لعيب يجي النادي الاهلي ومش عارف قيمه النادي الاهلي او مش عارف قيمه تيشيرت النادي الاهلي، فيبقى الموضوع صعب عليه جدا يعني. وانت جاي النادي الاهلي ومن الاجيال اللي فاتت، كان مين اللاعب اللي كنت بتحب تبص عليه في النادي الاهلي؟ لا طبعا في لعيبه، لا في نجوم كتير جدا جدا، لكن انا كابتن محمد ابو تريكه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا 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 يعني،
في الجيل الفتره اللي فاتت، الفتره اللي انا عشتها والفتره اللي كنت بشجع النادي الاهلي فيها. لكن قبل كده طبعا في نجوم كتيره جدا على راسهم طبعا كابتن محمود الخطيب، يعني حاجه فوق دماغنا كلنا. يعني اي لعيب بيروح مكان بيبقى شايف اللعيبه اللي حواليه وشايف مستوى المنافسه، وانت جاي النادي الاهلي كنت بتخطط تلعب ازاي؟ لا والله ده طبيعي، يعني اي لعيب بيكون رايح طبيعي اي لعيب بيفكر ان انا اروح المكان، انا يعني في مكان يمين، في اهل انا ليا الفرصه كبيره ولا، بس يعني كل ده بالمجهود. يعني انت طالما بتجتهد وطالما بتخلص في عملك اكيد ربنا يعني بيكون شايل لك الوقت اللي انت ظهر فيه بشكل كويس. لكن احنا في مكان مثلا تحت رؤوس الحرب او المكان اللي انا بلعب فيه في النادي الاهلي فيه نجوم كتيره جدا، يعني انا رسوم طبعا كابتن وليد سليمان، وفي لعيبه كتيره جدا، لعيبه محترمه ولاعيبه كبيره جدا. فاحنا كلنا مصلحه الفريق طبعا. دي اهم حاجه، كلنا في منافسه شريف. انا لعبت حد لعب، اهم حاجه ان شاء الله المكسب، واهم حاجه الفريق يظهر بشكل كويس. يعني علاقتكم في المنافسه بقى مع بعض؟ لا والله لا بجد والله، اللعيبه كلها لعيبه محترمه جدا جدا، والواحد بيتعلم منها كتير. يعني من اصغر لعيب لاكبر لعيب في النادي الاهلي، اللعيبه كلها محترمه على خلق كبير. يعني اكيد بيبقى في بعض العلاقات مع اللعيبه، لكن ميدو جابر الفتره اللي فاتت بيأدي بشكل كويس متالق. ايه السر ورا تألق ميدو جابر؟ لا والله يعني هو بصراحه يعني بكل صدق، يعني مستر كارترون يعني ليه فضل كبير جدا يعني في الحاجه دي، لان هو بصراحه شخصيه محترمه، مدرب كبير. يعني مش عشان هو المدير الفني الحالي للنادي الاهلي فانا بقول كده، لا بجد هو مدير فني كبير، مدير فني عارف ازاي بيعامل اللعيبه اللي موجوده ويطلع احسن حاجه عند اللعيب. المدير الفني طبعا مستر كارترون والجهاز الفني كله، كابتن محمد يوسف، كابتن سامي وصان، كل الناس اللي موجوده، كابتن مصطفى كمال طبعا، كل الناس اللي موجوده بصراحه شخصيات محترمه جدا جدا. يعني كارترون طلع معاك بيقول لك ايه او بيتكلم معاك ازاي عشان يطلع اللي عندك؟ لا والله هو مش بيكلم كميدو جابر بس، يعني هو بيكلم كل لعيبه، بيدي فرص كل لعيبه، هو هيدي فرص كل لعيبه تاني. يعني هو يعني ايه، ممكن يكلمك او بيجي يكلمك بيقول لك انا عايزك، يعني ايه، انت لعيب كبير، انت لو مش لعيب كبير مش هتبقى موجود في المكان ده. فانت طلع اللي عندك، اخدم نفسك واخدم الفريق يعني، وما تبخلش باي نقطه تعرق عندك يعني. بس طبعا كل لعيب بياخد فرصته، اكيد نفسك تتالق تروح منتخب مصر طبعا، منافسه كبيره بعد ثباتك ان شاء الله في التشكيل كاساسي مع النادي الاهلي، ده حلو. طبعا اي لعيب في مصر طبعا يتمنى انه يحمل تيشيرت منتخب بلده يعني، فانا واحد من الناس بتمنى جدا جدا ان انا اكون موجود في منتخب مصر باذن الله الفتره القادمه. لكن دي برضو ترجع للجهاز الفني منتخب مصر. يعني انا اذا كنت موجود او مش موجود طبعا اهم حاجه شكل منتخب مصر او ان شاء الله منتخب المركز مصر. المركز ده في مصر زحمه قوي كده يعني. انت بتلعب في مركز بسم الله ما شاء الله لازم كله لعيبه مهاريه، لعيبه مميزه جدا طبعاً. لكن المركز ده دونا عن كل المراكز في مصر زحمه جدا في اي نادي، في الاهلي وفي المنتخب وفي الزمالك طبعا يعني الحته دي لعيبه مصر كلها لعيبه كلها كويسه ولعيبه لعيبه كبيره جدا جدا يعني. لكن انت بتحاول ان انت تنمي من نفسك وتحاول تشوف ايه اللي ناقص ان انت تعمله عشان تبقى موجود في المكانه دي في منتخب مصر. يعني انا اتمنى ان اكون موجود في منتخب مصر، لكن القرار مش في ايدي يعني. لكن انا بعمل عليا وبجتهد، ولو امكن ان انا اكون موجود في منتخب مصر ده شرف كبير جدا ليا يعني. على فكره يا جماعه انا سافرت مع الكابتن ميدو جابر بعض السفريات، دايما المصحف في ايده، دايما هادي، دايما يعني عنده نوع من الادب الجم طبعا، ولعيب كره فعلا تحس ان هو لعيب النادي الاهلي. انا بقول الكلام ده ليه؟ احنا لسه عايزين بقى ايه نضحك كده ونتكلم اكتر. ربنا يخليك. في الملعب لعيب بيقول لك الهندي، مين اللي بيقول لك الهندي في الملعب؟ الهندي مش فاكر الصراحه، بس ذكروا لي في وداني عمال يقول له مين اللي بيقول لك الهندي. هو يا سعد يا اكرم يعني، واحد ما هو قال لي سعد سمير يا اكرم توفيق، لان هو دول حاله الاثنين. بصراحه الاثنين شخصيات محترمه جدا يعني، وكوميديا كبيره جدا بصراحه الاثنين. وانت داخل النادي مين اكتر حد اداك طمانينه من اللعيبه؟ لا بلا، انا بقول لك والله كلهم يعني. انا الفتره اللي انا دخلت فيها النادي كان موجود كابتن عماد متعب وكابتن حسام غالي طبعا، وكان موجود لعيبه كتيره جدا. كان كل اللعيبه الكبيره قبل الصغيره والصغيره قبل الكبيره، باي لعيب جديد بيجي يعني اسال اي لعيب بيجي النادي الاهلي، لا اللعيبه بيتعاملوا كويس جدا وبتدخله وبيخش في اجواء الفرقه على طول يعني. بصراحه دي موجود، دي حاجه كويسه جدا جدا في النادي الاهلي طبعا. مباراه حريه كونكري مباراه صعبه، النادي الاهلي مش هقول فرط في الفوز هناك، لكن كان عنده فرصه في الفوز في مباراه الذهاب. دي حقيقة يعني. هو أنا بصراحة يعني في ناس كتيرة بتقول إن فريق حرية مش فريق الجامد أو الفريق التوب، لا أنا بقول طالما وصل للمرحلة دي في أفريقيا هو فريق محترم جدا يعني، وإحنا عاملين حسابه الفريق فريق كويس جدا جدا يعني.
فان شاء الله ان احنا نعدي الماتش ده. احنا كان عندنا امكانيه ان احنا نكسب هناك في غينيا، لكن ربنا ما اردش يعني. فان شاء الله باذن الله نسعد جمهورنا هنا باذن الله ونكسب يعني ونصعد للدور قبل النهائي باذن الله. مباراه العوده بتشوفها ازاي؟ لا انا بشوفها ان شاء الله باذن الله، باذن الله ربنا يكون كاتب لنا المكسب يعني ان شاء الله، واحنا اكيد هنعمل اللي علينا وباذن الله ربنا يكون كاتب لنا المكسب. لكن الماتش صعب، ماتش مش سهل. ماتش صعب. اه طبعا. فرقه حلوه. اه فرقه، لا فرقه بتلعب كوره، فرقه مميزه يعني. فاحنا ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله المكسب يكون من حظنا ان شاء الله. يعني. في بعض الناس يا كابتن بتشوف ان لما بتادي بفرقه بشكل كويس ده ضعف من الفرقه الثانيه، مش قوه فيك، لكن المنافس فرقه قويه جدا ومحترمه وبتلعب كره على الارض. طبعا لا احنا بصراحه الفريق الماتش اللي فات كنا كويسين الحمد لله، ربنا كان موفقنا، كنا ماشيين كويس يعني، عملنا ماتش كويس في طبعا سوء ارضيه الملعب والناس كلها شايفه يعني. فاحنا خدنا المطلوب الى حد ما يعني، لكن احنا كان ممكن يبقى فيه اكتر يعني، لكن ربنا ما ردش. فان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي باذن الله نعمل علينا ان شاء الله ونكسب باذن الله. مباراه في استاد السلام بجمهور هتختلف برضو، وجود الجماهير ووجود الحماس. لا انا قلتها قبل كده وبقولها كتير يعني، جمهور النادي الاهلي عامل رئيسي جدا 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 لينا يعني. فانا بتمنى ان جمهور النادي الاهلي يكون موجود في الملعب في اي ماتش يعني، انا او يكون موجود فيه او اي حد غيري يعني. لكن ان شاء الله الجمهور يدينا الدفعه ان شاء الله ان احنا نكسب الماتش ان شاء الله باذن الله ونعمل نتيجه كويسه باذن الله. اللعيب في المباريات المهمه بيبقى في ثلاث مناطق، يا لعيب في ارضيه الملعب معاه بقى الحماس والدوافع كلها، يا لعيب قاعد على مقاعد البدلاء، يا لعيب خارج الـ القايمه. ميدو جابر جاهز ولكن مستني قرار طبعاً المدير الفني. ازاي اللعيب بيجهز للمباراه الكبيره؟ لا والله هو يعني بالاخص السنه دي مستر كارتورون يعني بيكلم اللعيبه كلها وبيكلمنا كلنا ان انت لعيب مهم جدا جدا وهحتاجك في اي وقت. انت شايف كل ثلاث ايام ماتش في جميع البطولات، احنا النادي الاهلي في خمس بطولات، والخمس بطولات بطولات مهمه جدا جدا للنادي الاهلي، اهمهم طبعا بطوله افريقيا. لكن هو يعني مستر كارتونون معرف الناس كلها وبيكلم اللعيبه كلها ان انت لعيب مهم هتكون موجود في اي وقت. فانت انا طبيعي كلاعب ميدو جابر مثلا يعني انا جه عليا فترات كبير بكون قاعد ما بلعبش، لكن انا بلعب في النادي الاهلي، انت لعيب في النادي الاهلي، لما تتحط في الملعب محدش هيغفر لك حاجه، فانت هتدافع عن تيشيرت النادي الاهلي، فلازم تبقى مجهز نفسك للحظه دي يعني. بس ميدو جابر بيجهز ازاي للماتشات؟ هل عنده طقوس معينه؟ هل عنده نوع من الاستعدادات الشخصيه؟ لا والله هو يعني هي اهم حاجه طبعا قراءه القران، دي اهم حاجه يعني. معظم لعيبه النادي الاهلي حقيقي بجد بتعملها، وده الاهم المفروض كل الناس يعني، مش لعيبه النادي الاهلي بس، وفي اي عمل او في اي شغل، مش لازم كره القدم بس. انا حاسس انت كنت جنبي في الطياره بصراحه، المصحف ما فرقش. لا دي حاجة مهمه بعيد عن كره القدم. انا عارف، لا ده طبع شخصي انت يعني، دي حاجه مهمه جدا جدا. والدي ربنا يرحمه يعني، ووالدتي هم اللي معلمينا الحاجه دي، هم اللي ربوا فينا الحاجه دي، فربنا يرحمها يا رب، وربنا يخلي لنا والدتنا يا رب ان شاء الله. فالحاجه دي مهمه جدا جدا لان انسان مش لاعب كوره بس. فهي الطقوس مهمه جدا، ان هي طبعا قراءه القران ودعوات والدي والدي الله يرحمه ووالدتي ان شاء الله يعني. شايفهم في دنيتك، انت شايف ان دعواتي يعني. لا انا والدتي ربنا يبارك في عمرها وربنا يخليها لينا ودعواتها دايما معانا، وطبعا والدي الله يرحمه ربنا يغفر له ان شاء الله وحقق اللي هو كان عايز يحققه ان شاء الله. كان نفسه في ايه؟ يتحقق ايه؟ لا والله كان نفسه ان انا اوصل لابعد ماده من طموحاتي يعني، فكان عاوزني اوصل لحاجه كبيره جدا، وانا الحمد لله وصلت لجزء كبير جدا من احلامي ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، فان شاء الله ربنا يعني يحقق له اللي هو كان عايزه يعني باذن الله. لما بيبقى في ماتش مهم ولا حاجه بتتصل بالحاجه بتقول لها ادعي لي دعاء معين؟ لا هو مش في ماتش مهم، هو في كل وقت صراحه يعني والدتي ربنا يبارك فيها يعني دعواتها معانا في كل وقت، مش انا بس، انا واخواتي كلهم يعني، فربنا يبارك فيها يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك فيهم، وطبعا دعائهم ربنا يبارك لك طبعا، لان دول بقى يعني الدعاء ده اللي احنا عايشين بيه حياتنا. طبعا طبعا دي حقيقه، ربنا يبارك فيها يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك فيها. مباراه بتختلف لما تكون النتيجه اللي الفريق محققها بره نتيجه ايجابيه. النتيجه اللي الاهلي حققها نتيجه ايجابيه ولكنها نتيجه خادعه. طبعا دي حقيقه. هي نتيجة إيجابية إلى حد ما، 0-0 هنا لازم تحافظ كويس ولازم تجيب يعني، لازم تحرز أهداف ولازم تدافع بشكل كويس إن أنت ما يجيش فيك أهداف. فإحنا إن شاء الله هنشتغل على دي بإذن الله، والمكسب يكون من حظنا إن شاء الله وما يدخلش فينا أهداف بإذن الله في مصر يعني. لكن هي النتيجة بصراحة نتيجة كويسة بس خادعة طبعا، لو ما عملتش حساب الماتش كويس لا هتبقى مشكلة كبيرة يعني. وأنت بتؤكد إن الفرقة فرقة محترمة؟ أه فرقة محترمة وفرقة كويسة جدا يعني. وانت بتشوفها شايف قوتها فين يعني؟ كابتن عالم قال يعني خط دفاعها شويه، انما قال النص القداماني بخط الوسط بخط الهجوم عندهم سرعات، عندهم اندفاعات، عندهم كره حلوه. انا بصراحه كلاعب في النادي الاهلي يعني ما بحبش اتكلم في الحاجه دي يعني، لكن هم بصراحه عندهم النص اللي قدام كويس جدا يعني.
فده لازم نعمل ان شاء الله حسابه باذن الله ونركز ان احنا نجيب اهداف باذن الله. اجاباتك ايه؟ بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر. طبعا تعودنا على لعيبه النادي الاهلي ان هم من نفسهم مسؤولين من غير كلام الجهاز الفني معاهم طبعا ولا الشكل الفني، لعيبه ساعات كده بيبقى ليها شده معينه، ليها شكل معين، ليها استعداد معين. في مباراه بتختلف. طبعا ده حقيقه يعني زي المباراه دي. لا بص مباريات افريقيا كلها او انت في النادي الاهلي يعني انت انا مثلا او اي لعيب في اي نادي تاني بيبقى عليك ضغط بس ضغط 1%، لكن انت طالما دخلت باب النادي الاهلي او موجود في النادي الاهلي لبست تيشيرت النادي الاهلي فالموضوع بيبقى صعب عليك، الاسبوت عليك في كل وقت يعني. لكن في ماتشات بقى افريقيا ده والماتشات المهمه جدا، لا هو ماتشات النادي الاهلي كلها مهمه لان اي فريق بيلعب النادي الاهلي لو كسب النادي الاهلي كسب البطوله، هي دي عنده. واحنا مدركين ده وعارفين ده كويس وعارفين ان جمهور النادي الاهلي فاهم دي وعارف وحاسس بينا واحنا حاسين بيه، بس لكن ان شاء الله باذن الله يعني نحاول نسعى جمهور النادي الاهلي دايما باذن الله يعني، وكلنا مدركين خطوره الماتش اللي جاي واي ماتش في افريقيا وعارفين اهميه البطوله الافريقيه عند الناس وعندنا احنا قبل الناس. طبعا اهميه كبيره جدا والبطوله ليها اهميه عند الجمهور وانت ليك اهميه كبيره عند الجمهور، والجمهور جايب لك رسائل، تيجي نشوف الرسائل؟ ماشي. تعالوا بينا نشوف تقرير عن جماهير النادي الاهلي ورسائل للكابتن ميدو جابر. ميدو جابر من احسن اللعيبه في مصر، بس هو يشد حيله طبعا، هو ان شاء الله لو اتحسن هيدخل منتخب مصر بسهوله لانه لاعب كويس، وان شاء الله اتمنى له كل خير. كله بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن، وعايزين نشوف احسن من كده بكتير، انت عندك كتير بس انت يعني مشغول شويه، حاسس ان هو مشغول بس هو عنده كتير والله ميدو جابر ويقدر يعمل اكتر من كده بكتير. اقول له يعني اهتم بنفسك اليومين دول عشان خاطر النادي الاهلي، يعني نادي عظيم ونادي كبير وليه اسمه وتاريخه، ف يعني يا ريت يهتم بلياقته البدنيه اولا ويهتم بالتدريب وربنا يوفقه ان شاء الله. اقول له انت لاعب ممتاز وحد كويس، اهتم بنفسك اكتر، العب اكتر، ارفع من مستواك اكتر، الاهلي مستني منك حاجات كتير قوي. اقول له هو لاعب كويس وربنا يكرمه ويلعب يعني يبتدي يخش بالفورمه مع النادي الاهلي. اقول لميدو جابر انت ساهمت تعتبر في النادي الاهلي، النادي الاهلي هي مؤسسه قوميه واحنا بنحترمها وبنعزها وبنتمنى لك كل الاحترام والتقدير، ونادي بطولات يجب عليك ان انت تبقى يعني تعزو حزب محمد صلاح. اللمسه الاخيره بس هي اللي مش ظابطه معاه وربنا يوفقه، بس هو بس محتاج اللمسه الاخيره بس مش اكتر. لازم يشتغل على نفسه اكتر الفتره الجايه وان شاء الله باذن الله يبقى من يفيد الاهلي الفتره الجايه. ويبقى من الناس اللي دعم للفريق. والله ميدو جابر لعيب كويس، احنا انا زملكاوي على فكره بس بحب ميدو جابر جدا، بس لازم يدول فرصه يعني قعدته اكيد هتقل من مستواه، فنتمنى يعني المدرب الجديد يدول فرصه ويلعب لان هو لعيب كويس جدا يعني. انا بحبك يا ميدو. أنا بحبك يا ميدو، كلنا بنحبك يا ميدو، حب الناس واضح لكن كلهم أجمعوا على حاجة واحدة، عندك كتير لسه ما خرجش. دي جملة عند الناس كلها، الناس كلها شايفة حاجة فيك كبيرة. دي حقيقة جداً. والله يعني أكبر من اللي أنت واصل له حتى الآن. ده شرف ليا طبعًا، وأنا إن شاء الله أنا أكون عند حسن ظنهم كلهم وبإذن الله الفترة اللي جاية يعني أظهر إن شاء الله بشكل ميدو جابر الناس كلها عارفاه ومعهود عليه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. لكن برضو الناس لازم تعرف إن اللعيب في فرقة زي النادي الأهلي يبقى محكوم بشكل خطط معين وأداء معين، ربما أداء تعمله يعجب الجمهور تلاقي نفسك الماتش التاني بره، أداء يقول لك ده ميدو ما جاش الماتش، تلاقي المدرب مبسوط جدا إنك أديت اللي أنت اللي هو مطلوب منه ولا إيه؟ طبعا دي حقيقه يعني انا لما كنت بقى مشجع وانا صغير يعني بصراحه كنت ممكن مثلا لعيب انا ما كنتش مثلا هو بيظهر بالشكل اللي انا عايز اتفرج عليه او بالطريقه اللي انا عايز اتفرج عليها او الاستمتاع اللي انا عايز اتفرج عليه، لكن هو لعيب مهم جدا، بيبقى مهم جدا جدا في الفرقه، مهم جدا جدا عند المدير الفني،
بس فانا لا انا بعذر الناس يعني في ناس كتير بتتفرج لا انا عايز مثلا ميدو جابر لا يجيب جون ميدو جابر يعمل حاجه كويسه لكن في ما يعرفش ان ميدو جابر مطلوب منه حاجات تانية كتير لو ما عملهاش وعمل اللي هو بيقول عليه مش هيبقى موجود يعني. لكن انا ان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظن الناس وباذن الله الفتره اللي جايه يشوفوا حاجه كويسه ان شاء الله جدا. كنت بتحب تتفرج على مين وانا صغير برضه؟ كابتن محمد ابو تريكه بصراحه. انت هتكبر كابتن محمد ابو تريكه قوي. لا 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 كابتن محمد ابو تريكه عندي حاجه كبيره جدا جدا. انت بتحب اداؤه و... طبعا حاجه ان شاء الله باذن الله. طبعا ميدو يعني لما سمعنا الفي او وسمعنا ان انت لعبت في اكتر من بسم الله ما شاء الله يعني كنت مركز قوي في الكوره من السكه الحديد للالومنيوم للمقصه للاهلي لفه كبيره وبدات الكوره ازاي؟ لا والله يعني انا يعني بدات الكوره توفيق اخويا الكبير تعب معايا جدا 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 يعني. هو لعيب كوره اصلا ولا هو كان لعيب كوره بس يعني ربنا ما يعني هو بصير. كان احسن واحد فينا يمكن افضل واحد فينا كمان لكن هو دلوقتي مستشار قانوني في الامارات يعني. تمام. لكن توفيق اخويا تعب معانا جدا يعني. انا عمر اخويا الصغير برده حارس مرمى في نادي الفيوم حاليا وبرده ليه اخ مصطفى جابر حارس مرمى في نادي فاركو. بس فتوفيق تعب معانا جدا هو اللي كان يعني على طول معايا هو اللي راح معايا اختبارات نادي السكه وهو اللي كان مع عمر اخويا في كل وقت لكن ليه فضل كبير جدا علينا يعني. فهو اللي كان اللي مركز معانا جدا واحنا صغيرين طبعا خلاف طبعا والد ربنا يرحمه والدتي تعبوا معانا جدا طبعا برضه بس توفيق اخويا هو اللي كان معانا في كل الاختبارات في اي نادي احنا بنروحه. انا رحت انديه كتيره جدا وما قابلتش فيها بدون ذكر اسماء يعني وانا صغير لكن نادي السكه طبعا ليه فضل كبير جدا عليا. الشباب اللي بيسمعوه لما واحد بيروح الاختبارات الزحمه ويمشي بيحس ان هو مستقبله انتهى حصلت لك بدون ذكر كتير. لا انا ممكن اصبر عادي مفيش مشكله يعني. لا اسكت انا انا اختبرت في نادي الترسانه وانا صغير وما قابلتش ونادي المقاولين عديت 16 اختبار في 3 شهور يعني وبعدين برضو مشيت والدي برضو جه مضى في نادي المقاولين وبعدين مشيت بس يمكن هم دول الناديين لكن انا لما اختبرت في نادي السكه خلاص مضيت على طول مرنت نادي السكه ليه فضل كبير جدا عليا وقلت قبل كده يعني هو كان في ما يأستش خالص لا خالص لا حاسس ان جواك كنت بحزن جدا وبزعل جدا لكن انا بصراحه والدي ووالدتي وتوفيق اخويا الكبير واخواتي كلهم كانوا لا انت ان شاء الله هتبقى حاجه ما تيأس وانا كان عندي يقين في ربنا اولا ثم لازم في قدرات نفسك لازم تبقى تثق في قدرات نفسك ان انت هتوصل واهلك واجب عليهم يعملوا ده طبعاً. انما اول مدرب قال لك انت نجم وخش في الطريق كان كابتن يعني انا اول مدرب اتمرنت معاك كابتن يونس احمد يونس في نادي السكه الحديد ده شخصيه محترمه جدا ومدرب كبير هو ماسك في نادي العين الفتره دي يعني في ناشئين نادي العين كان يعني شخصيه محترمه ومدرب كبير جدا وليه فضل كبير جدا عليه لكن في نادي الالومنيوم في مدربين كتير جدا جدا يعني اولهم طبعا كابتن حداد محمد حداد ربنا يرحمه وكابتن صبري فراج وكابتن صنباطي وفي كابتن جدير جدا يعني كابتن حسن خير وكابتن عبد الرحيم يعني مش عايز انسى حد لكن في واحد برضو يعني في مدرب في كلمة جاف سر كده جاف فتره في الالومنيوم كنت انا بلعب باك ليفت يعني كنت فتره بلعب باك ليفت هو اللي حطني في المكان ده انا كابتن نبيل محمود رامبو لاعب نادي الزمالك كابتن نبيل محمود طبعا يعني لا فضل كبير جدا عليا القسم الثاني ليه اسمه الكبير طبعا لا مدرب ليه فضل كبير جدا علينا انا العب في الحته دي يعني بعدين شاف فيك بقى المهاره وعايز تروح وتصوب لا هو اداني الثقه يعني بصراحه اداني الثقه كبيره جدا جدا وانا بشكره عليها يعني وبعدين طبعا انتقلت لنادي مصر المقصه مع كابتن ايهاب جلال طبعا بس من السكه للالومنيوم يعني عارف المشوار طويل قوي مشوار طويل جدا لكن ده حب الكوره بقى دي حقيقه لكن نادي الالومنيوم برضو قيمه كبيره واسم كبير جدا في الصعيد يعني فان انا كنت العب في نادي مشوار لا مشوار كبير جدا يعني والله كنت صغير جدا بس يعني طالما انت بتجتهد وبتخلص في عملك وبتراعي ربنا اكيد ربنا مش بيضيع كل ده هيرده لك في وقت معين يعني بس. والمقصه بقى المقصة طبعا كابتن ايهاب جلال يعني ليه فضل كبير جدا عليا وانا يعني ده والدي الثاني بصراحه يعني كابتن ايهاب جلال مدرب كبير جدا 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 مش نفاق ولا رياء حقيقي انسان برضه مع 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 كونه مدرب بيفرق مع اللعيب في وقت معين طبعا لا كابتن ايهاب جلال يعني ايه يعني عرفني يعني ايه كره قدم بصراحه يعني كابتن ايهاب جلال المدرب شكلك بقى دي حقيقه مدرب واي لعيب لعب مع كابتن ايهاب جلال هيقول الكلام اللي هيقوله ده مش انا اللي بقول الكلام ده بس يعني فكابتن انا اتمنى له طبعا التوفيق في تجربته مع نادي اهلي طرابلس وان شاء الله يوصل لاعلى مكانه في المنصب ده يعني باذن الله عروض كتير ولكن فضلت تيجي النادي الاهلي لا انا يعني بصراحه النادي الاهلي حلم لاي لعيب يعني مش في مصر بس في افريقيا انا كان جاي لي انديه كتير طبعا لكن النادي الاهلي في يعني في نقطه الاحترام دي مهمه جدا
مع احترام الكلمة، احترام الكلمة اللي بتتقال لك هتحصل فهتحصل. فأنت لازم، أنا كلاعب أنا كميدو جابر بدور على النقطة دي، نقطة الكيان ونقطة الاحترام دي مهمة جدا جدا بالنسبة لي، ودي في النادي الأهلي موجودة يعني، فدي تكفي يعني. برضو حلم، لكن اختيارك للنادي الأهلي أكيد مختاره لسبب معين. النادي الاهلي تاريخ يعني، انت انت كاي لعيب انت دخلت باب النادي الاهلي، انت تعرفت، انت اسمك اتعرف، ميدو جابر في المقصه، نادي المقصه نادي كبير جدا ونادي محترم، لكن انت ميدو جابر في النادي الاهلي ده حاجه تانية كبير. اسمك في النادي الاهلي بيتغير من غير ما تلعب اصلا، انت خدت بطوله من غير ما بتلعب. لكن بعد كده انت بتحاول تعمل حاجه بقى للنادي الاهلي اللي هو عمل لك كتير، فانت بتحاول تعمل له حاجه. نفسك تعمل ايه مع النادي الاهلي؟ انا اتمنى يعني اولا ان احنا ان شاء الله نكسب بطوله افريقيا يعني ان شاء الله الفتره دي، وان شاء الله في كاس العالم للانديه باذن الله. ان شاء الله باذن الله يعني، احلام كتيره جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله. لسه ما انا كميدو جابر لسه ما حققتش منها حاجه. احلام كبيره جواك. دي حقيقه يعني. كابتن ميدو، بعد تقرير الجماهير قلت لي فعلا انا عندي لسه امكانيات، حاسس ان لسه ما طلعتهاش. دي حقيقة. أنا يعني عاوز أقول لهم كلمتين، أنا مش عايز أقول أنا كل شوية، لكن إن شاء الله أنا ميدو جابر إن شاء الله الناس تنتظر الفترة القادمة بإذن الله بمستوى أحسن بكتير يعني من الفترة اللي فاتت. بسم الله ما شاء الله. الفترة اللي فاتت يعني خلينا أقول لك البداية شد وجذب، وكان في بعض المباريات لكن صممت على فرصتك يعني، حتى ما كنت أسألنا في الأجهزة الفنية يعني بنقعد نتكلم، يقول لك انا لازم اديله فرصه لان ميدو جابر في التدريب بيموت نفسه بشكل كبير، عنده حاجه. لا يعني الحمد لله فضل ربنا يعني، هو اللي هيوصلك انك تلعب في النادي الاهلي او هتلعب في تيم النادي الاهلي او تكون متواجد دايما في التشكيله الاساسيه هو التدريب. مفيش حاجه اسمها ان انا ما بتمرنش فهلعب فهكون كويس في الماتش، مفيش حاجه اسمها كده. انت ممكن تتمرن وتلعب ما تكونش موفق، لازم تتمرن تاني. انا لو انت لعيب اي لعيب همت خلاص، يبقى انت خلاص مش هتبقى موجود، فترتك هتبقى قصيره في الملاعب يعني. فمن الطبيعي ومن اصل في الفرقه فيها 30 لعيب، فانت مش دايما هتبقى اساسي، مش دايما هتبقى احتياطي، مش دايما هتبقى موجود في ال 18، فلازم انت يبقى عندك الفكر ده ومدرك بالحاجه دي يعني. والنادي الاهلي نادي كبير وكل اللعيبه اللي موجوده فيه لعيبه نجوم يعني. فانا كميدو جابر بتمرن، دخلت السكور لعبت ماشي، انا ان شاء الله هحاول ادي للمدير الفني عايز واخدم نفسي واخدم الفرقه. ما لعبتش لا هتمرن عشان لما اجي انزل لازم اكون ادي بشكل محترم يليق بالنادي الاهلي ويليق بميدو جابر يعني. في فترة اتقال ان ميدو جابر مش مبسوط وماشي، كان ممكن يجي لك الاحساس ده ولا كنت واثق انك هتاخد فرصة وتمسك فيها؟ لا بص، انا في النادي الاهلي مفيش حاجة اسمها مش مبسوط، انا مبسوط ان انا موجود في النادي الاهلي، لكن اي لعيب بيتمنى ان هو يلعب يعني، اي لعيب على وجه الارض ده امر طبيعي اي طبعا. مكان انا عايز العب، لكن طبعا. انت برضو بتحاول تقيم نفسك، انت الناس اللي في مكانك بيلعبوا ناقصك ايه ان انت تبقى في مستوى الناس دي او تعدي اللعيبه اللي في مكانك. لو الناس اللي في الملعب بتأدي احسن منك وانت بتتمرن كويس وانت عارف ان انت امكانياتك كويسه، لا لازم تستحمل، ما ينفعش تتكلم. ايا كان احسن منك او مش احسن منك ما تتكلمش، انت تتمرن. ربنا هيعوض لك تمرينك ده وتعبك ومجهودك في وقت معين هو شايله لك يعني. في التوقيت ده بيبقى في حد جنبك من اللعيبه بيقول لك هتاخد اصبر مش عارف، مين اللي لعب معاك الدور ده في الفرقه؟ لا والله حقيقي معظم اللعيبه يعني، كابتن وليد سليمان بيكلمني على طول يعني، مع ان هو في مركزي بس بيكلمني على طول، انا بحترمه جدا وبتعلم منه كتير بصراحه يعني. كابتن وليد من اللعيبه النادره قوي بقى انسانيا وسلوكيا واداء وانتوا فيكم من بعض حته الرجوله والقوه والاداء. لا انا ليا الشرف ان انا اتشبه طبعا بكابتن وليد سليمان، كابتن وليد لعيب كبير وانا اتعلم منه، وان شاء الله باذن الله ان احنا يعني نساعد النادي الاهلي في الموسم ده ان شاء الله ونحصل بطوله افريقيا ان شاء الله، اللعيبه كلها مش كابتن وليد بس واحد ولا ميدو جابر واحد، لكن برضه يعني طلع كابتن حسام عاشور برضه بيكلمنا على طول، ومحمد هاني طبعا برضه بيكلمنا على طول في النقطه دي لما كنت بتمرن ما العبش، انت ماشي كويس ركز ربنا يكرمك، طبعا كابتن احمد فتحي برضه كتير جدا بيكلمني، فربنا ان شاء الله باذن الله. اللعيب لو عايز تدردش او في حاجه يعني تفضفض مع مين في الفرقه؟ لا هم ثلاثه بصراحه يعني. وفي طبعا عمرو بركات طبعا حبيبي، وكريم ندد واكرم توفيق بصراحه ثلاثه اللي بتبقى عايز تتكلم معاهم. طبعا دي حقيقه، ثلاثه شخصيات محترمه جدا يعني. كلاعب جوه النادي الاهلي امتى تروح تقعد تتكلم مع الجهاز مثلا، تتكلم مع مساعد المدرب، تتكلم مع المدرب ولا لا؟ لا انا ما انا يعني كميدو جابر ما بفضلش الحاجه دي، ما بحبش الموضوع ده. انت في شغلك انت ممكن تتكلم مع المدير الفني او ممكن تتكلم مع الجهاز في العادي، لكن في الكوره كتير لا، ما دي حاجه مش كويسه يعني. انت خليك في شغلك، ما تشغلش بالك بحاجات كتير. هو مستر كارتون قال لنا كده، انت اشتغل، وكابتن محمد يوسف قال لنا كده، انت اشتغل ما تشغلش بالك ان انت تلعب او ما تلعبش،
انت اشتغل الوقت اللي احنا شايفين انت هتلعب فيها اللي انت كلاعب تنفع تلعب فيها لعبك فيه اللي انت تظهر بشكل كويس فيه هتلعب وهتظهر بشكل كويس فيه لكن ما تشغلش بالك انت تتمرن بس يعني. بس هو ده الصح يعني. بمناسبه ما تشغلش بالك برضو في التقرير قال لك ميدو جابر شاغل نفسه شويه لا والله يعني انا بقول لك انا بحط نفسي مكان جمهور النادي الاهلي انا جمهور النادي الاهلي بتفرج على تيم النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي بيلعب انا عايز فريق النادي الاهلي في احسن صوره عايز النادي الاهلي يكسب ممكن ميدو جابر مش موفق في الماتش ده في اليوم ده في ماتشين ثلاثه انا كجمهور لا انا مش هقبل بده واحنا انا مدرك بده واللعيبه معظم اللعيبه مدركه ده طبعا لا تكون الدنيا مش ماشيه في حد قبلك يقول لك يا كابتن يعني لا لا لا. انا بقبل النقد اذا كان نقد بناء او نقد اي نقد تاني انا بقبله مره أنا حد انتقدك نقد جامد شويه لا والله هو في ناس كتير يعني انا في يعني مش من قريب يعني في واحد اول ما بدات العب في الفتره الاخيره في واحد بعت لي رساله يعني بدون ذكر اسمه بدون بعت لي رساله يعني صعبه شويه وانا كنت بدات امشي كويس مشجع ولا حد تعرف لا 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 مشجع عادي فانا رديت عليه عادي فهو الراجل تقبل ده وقال لي ان شاء الله احنا كلنا وراك جاي تليفونك ومهتم يبعت لك رساله وبتاع بس هو قال لي ربنا يكرمك يعني فهو الجمهور كطبيعي انا عاوز النادي الاهلي في احسن حال يعني طبعا فانا احنا كلاعيبه مدركين ده وبنتقبل ده لو انا كويس الجمهور هيسقف لي الجمهور هيقف في ظهري لو انا مش كويس هيقف في ظهري بس عاوز النادي الاهلي الافضل يعني بس فاحنا مدركين ده وفاهمينه يعني استيعابك لحته الجماهير دي كويس جدا لان انت وانت ماشي وبتتكلم وبتلعب ماتشات شوف الجماهير في كل حته طبعا هل صادف ان في حد من الجمهور طلب منك شكل معين اداء معين لا في ناس كتير لا هو احنا بصراحه في مصر يعني مش جمهور النادي الاهلي بس يعني كلنا مدربين لا يعني كلنا يعني ايه كلنا بنوجه وكلنا بنتكلم في الكوره يعني انا كميدو جابر بحترم الحاجه دي انا ما عنديش مشكله انت طالما بتلعب في النادي الاهلي فانت معرض لاي حاجه في اي وقت فلازم انت تبقى مدرك ده انا بتقبل كلام الناس اذا كان كويس او اذا كان مش كويس انا ما عنديش مشكله لكن في ناس كتير بتوجهك كان المفروض تعمل في دي كذا واوقات بيبقى عندهم حق بصراحه يعني انا ممكن اكون اتسرعت في كوره مثلا هو الشخص اللي قابلني ده فاكرين يا كابتن يقول لك فاكر ممكن كلك ماتش الموسم اللي فات الكوره اللي كنت رايح بيها ما كنت تعملها كده يا كابتن بتقابل ده لا بقابل كتير طبعا معظم اللعيبه بتقابل كده كتير يعني فاحنا متقبلين ده يعني معظم الجمهور والناس شايفه ان طبعا الاهلي دايما بيلعب على البطوله ولكن منافسه السنه دي صعبه في ظل ضغط المباريات ومشاركه النادي الاهلي في اكتر من بطوله افريقيه وبطوله محليه بطوله الدوري سخنه من بدري فيها اداء فيها منافسه طبعا دي حقيقه يعني شايفها زي كابتن يعني هو بصراحه هو مواسم النادي الاهلي كلها مواسم استثنائيه لكن الموسم ده بصراحه يعني الاحق يقال عليه موسم استثنائي بالنسبه لبطولات كتير يعني انت في خمس بطولات السوبر والكاس والدوري المصري والبطوله العربيه والبطوله الافريقيه خمس بطولات والمشكله ان الماتشات مش متباعده لكن فريق النادي الاهلي في ضغط مباريات طبعا دي حقيقه بس النادي الاهلي متعود يعني لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي متعود على كده يعني احنا على طول في الضغط ده ومطالبين بالمكسب في اي وقت فاحنا مدركين وعارفين الحاجه دي لكن المنافسه بصراحه في الدوري السنه دي منافسه كويسه يعني انا بصراحه شايف ان الدوري السنه دي يمكن افضل دوري من فتره كبيره يعني في كذا فريق وفرق قويه والفرق كويسه كلها يعني معظم وطبعا عوده الجمهور هتعمل حاجه كبيره جدا وهي الشكل الجمالي للدوري بقى افضل بكتير يعني اضافه كبيره جدا يعني وكلنا حاسين بيها يعني انا نزلت اخر نص ساعه مثلا في ماتش الانتاج لا اختلاف كبير جدا عن الدوري قبل كده فاتمنى ان شاء الله الجمهور يبقى مدرك ان هو ان احنا يعني الدوري المصري محتاجه يعني نبقى مدركين الحته دي يعني بس روح الجمهور بيضيفها للفريق وما بالك من جمهور النادي الاهلي انا قلت في اول كلامي بقولها دايما جمهور الاهلي جمهور كبير جدا واحنا مدركين ازاي ان شاء الله نساعده يعني لان هو بيقف جنبنا دايما ولما جمهور النادي الاهلي بيكون في الاستاد يعني دي بيدينا يعني طاقه بنسبه 90% فان شاء الله ان احنا الماتش الجاي مهم جدا وانا مش عايز اكرر فيه كتير ان احنا ان شاء الله هنسعد الناس كلها باذن الله يعني هي حاجه كويسه وان شاء الله تسعده الجمهور كله تسعده كل شعب مصر لكن انت بقى كلاعب في الملعب والجمهور كله سامعك دلوقتي بتبقى وانت بتلعب بقى والجمهور بيشجع بتبقى حابب الجمهور يبقى متحمس معاك يدي لك اهات يشتغل الجمهور قال ما بتوصلش في ده دي حقيقه بصراحه لا انا كلاعب بحب كده جدا طبعا احب الحاجه دي جدا واي لاعب بيحب كده انا الجمهور لما يكون متفاعل معايا في كل كوره لا انا طبيعي من غير ما يتفاعل انا طالما الجمهور في الملعب دي حاجه انت لازم هتموت في الملعب عشان الجمهور وعشانك وعشان النادي لكن الاهات معاك في الملعب او اي كوره كويسه بتعملها او اي كوره غلط مثلا بتعملها وهم بيزعقوا اي حاجه انت برضو بتبقى مدرك ان الحاجه دي ما تحصلش تاني تحاول ما تعملهاش تاني لكن انا الجمهور لا غنى عنه في الملعب بصراحه يعني ماتشات بقى اللي لعبتها من غير جمهور بتختلف خالص بصراحه هي ماتشات كويسه بس يعني طبعا انت بتعدل عليك كده وبتموت في الملعب الجمهور لو مش في الملعب هيبقى بره الملعب انت هي النقطه ان انت في النادي الاهلي
فالنادي الاهلي لو ما فيش جمهور في محللين في نقاد في ناس كتير بتتفرج عليك، لكن الجمهور في الملعب بصراحه افضل بكتير من انه ما يكونش في الملعب. يعني زعلت من مره من حد من النقاد مثلا قال حاجه معينه بتاع لا لا توضح ولا حاجه؟ لا خالص، لا خالص. في ناس كتيره بتنتقدني عادي وفي ناس كتيره بتشكر فيها، فانا ما عنديش مشكله في كلتا الحالتين. ده ماشي وده ماشي. لا ما فيش مشكله. انت اللي بينتقدني ان شاء الله هيجي الفتره وهيشكرني باذن الله. ان شاء الله اللي بينتقدك يجي الفتره يشكرك، ان فعلا نمسك الخشب. وانا بقول وبكررها تاني ان الاصابه دي بتاعت ربنا، بس جات لك في وقت صعب جدا. ماشي بشكل كويس، منتظم، دخلت في الفريق بشكل كبير، بقى واحد من اللعيبه الاساسيه في الفريق. الحمد لله، ده قدر الله ما شاء فعل. بس يعني انا معاك، يعني انا معاك، فاهم كلام حضرتك، لكن انا زي ما قلت لك من شويه ان انا بحمد ربنا في كل حاجه. يعني اذا كنت انا موجود في الملعب او في اصابه او اي في حاجه تانية، ربنا كاتب لي الخير ايا كان. يعني لكن ثقتك في نفسك، اللي بينتقدني النهارده هيشكرني بكره وهيشيد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ميدو جابر بينتقد نفسه ازاي؟ بتقعد تقيم نفسك؟ هل لعبت ماتش بتروح تشوفه بعد كده؟ لا انا بصراحه مش من الحته اللي انا احب اتفرج كتير، لكن دي مطلوبه ودي مهمه جدا. يعني لو ماتش انا كويس فيه ما اتفرجش عليه، لكن لو مش كويس فيه اتفرج عليه، اشوف اشوف ايه الغلط اللي انا بعمله او ايه الحاجات الغلط اللي انا عملتها. لكن لو انا كويس فيه خلاص انا عارف ان انا كويس. لكن في اوقات انا ممكن اكون شايف نفسي ان انا كويس، بس انا في حاجات كتير كانت وحشه في الماتش، فبراجعها وان شاء الله ما تتكررش تاني. يعني ان شاء الله. انا عاجبني طبيعتك دي بس عايز هدوءك ده، يعني ايه؟ في ظل الانسجام اللي انت قلت عليه مع الفريق، وفي ظل المنافسه الكبير، النادي الاهلي لسه مؤجل له مباريات في الدوري، لكن ما بقاش في مباريات سهله في الدوري، كل الفرق بقى عندها القوه الفنيه الكبيره. دي حقيقه. انا قلت لحضرتك الموسم ده بصراحه الفرق، يعني الفرق كلها بادئه بدايه كويسه جدا، معظم حتى في فرق بتتعثر كتير تعادلات او هزايم، لكن الفرق بتبقى تيم كويس، تيم محترم، يعني ايه يتعامل حسابه. لكن انت طبيعي النادي الاهلي وانت بتلعب اي حد هو عامل لك حسابك مليون المية، فالماتش بيبقى صعب. اي ماتش انت بتلعبه ما فيش حاجه اسمها في النادي الاهلي ان انت بتلعب ماتش سهل. كاس مصر بقى، الدوري، بطوله افريقيا، البطوله العربيه، منك حاجه واحده بس كل حاجه صعبه جدا، مكسب. طبعا، لا غير. بس فهي دي النقطه برضو، ان انت طالما لعيب في النادي الاهلي فتبقى مدرك الحته ان انت يبقى تحت ضغط دايما، تحت ضغط دايما. لو انت ما بتعرفش تلعب تحت ضغط يبقى انت ما ينفعش تبقى موجود في النادي الاهلي. بس ده العنوان ده حلو، لو انت ما بتعرفش تلعب تحت ضغط ما ينفعش موجود في النادي الاهلي، ما ينفعش تبقى لعيب في النادي الاهلي. مستر مانويل جوزيه كان بيقول تيشيرت النادي الاهلي تقيل. دي حقيقه، دي حقيقه. تقيل. المعنى ده توصله للناس ازاي؟ تيشيرت النادي الاهلي تقيل عليك وعلى الخصم اللي قدامك، يعني الاثنين. لو انت مش مدرك وفاهم يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي، فهتبقى مشكله كبيره بالنسبه لك في الملعب. يعني في الملعب بدون جمهور، لو بجمهور بتبقى مشكله كبيره جدا. يعني فانت لازم تبقى دماغك، يعني دماغك بره ده خالص، وانا انا شغلي مركز. شغلي شغلي، وبعدين بقى اللي يحصل اللي يحصل، لكن شغلي مهم جدا ان انا اعمله. يعني كابتن علاء مايوب بيقول لي اي فرقه بتلعبك نفسها تكسب النادي الاهلي، لو كسبت النادي الاهلي هي في حد ذاتها كده عملت البطوله اللي عايزاها. دي حقيقه، دي حقيقه. احنا هي دي النقطه الصعوبه في كده، ان انت اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بيبقى هو حلمها الكبير جدا ان هي تكسب النادي الاهلي. كسبت النادي الاهلي خلاص. لاعب النادي الاهلي في المقصه بتستعد له ازاي بقى؟ لا دي حقيقه. بص، هو النادي المقصه نادي كبير بصراحه ومنظومه طبعاً محترمه جدا طبعاً. بس ماتش النادي الاهلي كان ماتش مهم جدا. بتعمل ماتشات جامده قوي. لا هو بصراحه فريق المقصه فيه لعيبه محترمه طبعاً. جدا ولاعيبه كويسه جدا. دي حقيقه محترمه بادارتها، وكابتن ايهاب جلال كان عامل حاله. دي حقيقه، حاله، دي حقيقه بصراحه. كابتن ايهاب يعني جلال عامل حاله كبيره جدا في فريق المقصه، مش فرقه الكره، في المنظومه كلها بصراحه. كابتن ايهاب جلال شخصية محترمة جدا. والمجموعة اللي طلعت من المقصة يعني هي في نادي كبير وراحت برضو أكبر الأندية. طبعا طبعا دي حقيقة، وفي لسه في لعيبة مميزة جدا موجودة في مصر المقصة. يعني بصراحة مصر المقصة لو جينا نركز في الفترة الأخيرة في الثلاث سنين أو الأربع سنين الأخر دول، هتلاقي إن معظم اللعيبة اللي موجودة على الساحة دلوقتي هم طالعين من مصر المقصة، ولسه في لعيبة مميزة. يعني كل سنة مصر المقصة بيطلع لاعبين ثلاثة، أهلي وزمالك، وبعدين بتلاقي في لعيبة السنة اللي بعدها بتطلع أهلي وزمالك. بصراحة لا، فريق كبير وفريق محترم بصراحة. كابتن ميدو، لما بتبقى ماشي مع جهاز فني وخلاص وصلت لمرحلة يجي تغير الجهاز الفني ويجي جهاز تاني، بتبقى محتاج برضو تقدم نفسك من جديد، ده بيبقى عبء على اللعب. ده طبعا دي حقيقة بتبقى عبء، بس انت لازم تبقى مدرك ده، انت لعيب كرة قدم، فانت مستحيل تبقى طول حياتك مع جهاز فني او طول حياتك في نادي واحد.
في ناس كل يعني معظم اللعيبه بتامل ان انا طول حياتي ابقى في مكان واحد وابقى موفق في المكان ده، لكن الكوره هي كوره كده في العالم كله، مش انا. ويعني المثل الاشهر او المثل القريب جدا كريستيانو رونالدو في ريال مدريد وفتره كبيره جدا، وفي الاخر اليوفنتوس. يعني هو كان اعتقد ان هو كان يتمنى ان هو ينهي مسيرته في ريال مدريد، لكن هي طبعا كره القدم كده. يعني كره انت بتتوقع وعايز تحدي جديد. اه طبعا، بس لعيبه الكوره موجوده في كل مكان، وفي لعيبه بتطلع جديد، فانت لازم تحافظ على المكان اللي انت فيه. بس هي دي النقطه. يعني بذكر كريستيانو مع اليوفي، تعثر تهديفي، هدف كده يفوق حتى لو الهدف بالصدفه او لو هدف متابعه. هو الهدف متابعه، بس هو برضو يعني هو ما يعني بيشتغل على نفسه. يعني هو ما عندوش مشكله. اه ماشي، الكره في العارضه، لكن هو رايح للكوره. يعني هو رايح للكوره. فرحته بالهدف كانت يعني هي انطلاقه كبيره جدا. هي واضح جدا يعني، لكن كريستيانو طبعا حاجه كبيره جدا جدا. يعني انا بشجع، كنت بشجع ريال مدريد بصراحه. كنت دي هتروح مع اليوفي؟ دي حقيقه. بس يعني انا كريستيانو رونالدو لعيب كبير جدا جدا. يعني لعيب طبعا كبير، واللعيب اللي بيحافظ على مستواه الفني فترات في التوب مش سهل. بص، الوصول للقمه سهل، لكن الحفاظ عليها صعب جدا. يعني انا اوصل للقمه دي حاجه سهله جدا جدا، ممكن اي حد يوصل لها، لكن الحفاظ عليها دي حاجه صعبه جدا 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 يعني. بس فكريستيانو رونالدو وميسي بصراحه الاثنين في العصر اللي احنا موجودين فيه ده، اي لعيب كوره بصراحه يعني خارقين دول. في حته ثانيه دي حقيقة. اي لعيب كوره يعني يحمد ربنا ان هو موجود في الفتره دي في كره القدم، في مجال كره القدم اللي فيها كريستيانو وميسي طبعا. محمد صلاح لاعب مصري اخترق الحاجز ده ودخل للقمه، في طريقه للحفاظ لكن عنده ضغوط كتيره جدا. شايف محمد صلاح وما تعرض له الفتره اللي فاتت ايه؟ لا انا بصراحه يعني انا بدعم محمد صلاح جدا بصراحه، لان هو احنا برضو يعني احنا هنا مش مدركين يعني محمد صلاح في حته دلوقتي يعني مصنف بين احسن 3 لعيبه في العالم. تمام. فاحنا كفي مصر احنا لو قعدنا نفكر فيها او نركز فيها شويه هتحس ان احنا في حلم يعني. دي حقيقه طبعا. يعني اي لعيب في مصر يتمنى يوصل لمحمد صلاح عمله، لكن انا بصراحه انا برضو شرف كبير جدا ان محمد صلاح يكون لعيب مصري في الفتره دي، وانا بدعمه. يعني وارد انه يحصل جدا دروب لاي لعيب. كريستيانو حصل له وميسي حصل له. طبعا بتحصل. كريستيانو انت لسه بادئ كلامك بيه. طبعا بيحصل لاي لعيب، اذا كان لعيب صغير او لعيب كبير، مفيش انت ما بتمشيش كده على طول. ممكن تقع شويه، لكن انا متاكد يعني باذن الله بنسبه كبيره جدا جدا ان محمد صلاح الفتره اللي جايه هيرجع احسن من الفتره اللي فاتت بكتير. يعني فتره الموسم اللي فات واللي قبله هيبقى احسن منها بكتير ان شاء الله. يعني بس هو يشيل من على يعني يشيل من عليه الضغوطات يعني ويركز اكتر، لكن انا متاكد ان هو مركز طبعا. محمد صلاح طبعاً في حته ثانيه، في حته بعيده جدا يعني. لكن هو طبعا واصل لمرحله، فالحفاظ على المرحله الكبيره دي زي ما انت قلت توصل للنجاح قد تصل، لكن عشان تحافظ محتاج مجهود كبير جدا. انت كلاعب في الملعب وشايف مثلا اخر قضيه اثيرت لصلاح، ساديو ماني ما بيبصروش، لا في قصص دي في الملعب بتبقى ضحكت، لان القصص دي في الملعب اللعيبه موجوده. هي بتحصل بصراحه، وهي بصراحه انا مش بحب اتكلم في النقطه دي، بس هي اخر ماتشين واضحه جدا. يعني يمكن ماتش النهائي ده حديث العالم مصلي يعني. واضحه جدا، بس انا برضو يعني ايه مش يعني ممكن تكون ظروف ماتش او ظروف لعبه او لعبتين، لكن مش القصد 100% ان انا ما العبش محمد صلاح. لو دي موجوده يبقى ليفربول هيقع السنه دي. لو النقطه دي موجوده السنه دي يبقى ليفربول هيقع طبعا. في دور كبير على يورجن كلوب المدير الفني. هو ده برضو مدير فني بصراحه انا بحبه جدا، لان هو بيعرف يعامل اللعيب اللي عنده بطريقه تخليك انت تطلع كل اللي عندك. طريقه انا عارف ازاي بعامل كل لعيب، مش بعامل محمد صلاح بس او بلعب ساديو ماني بس او يعني بعامل ساديو ماني بس، لكن لا بعامل كل لعيبه. هو بيعامل كل اللعيبه بنفس الطريقه، والنجم اللي بيوصل عنده بيعامله برضه كانه نجم. بالزبط. يعني مش بيعامله ان انت لعيب الفريق، لا انا بعاملك كويس لكن انت نجم، انت بقيت نجم. نجم الفريق وهتفيدنا. لكن يورجن كلوب مدرب كبير جدا بصراحه. تغييرته لمحمد صلاح امبارح شفتها ازاي؟ انا سالت السؤال ده للكابتن عامر، لكن عايز اسمع وجهه نظرك فيه. بص، هو يورجن كلوب من المدربين اللي هو يعني ايه مش ان انا مثلا لعيب بيلعب معايا ويكون كويس جدا وفتره يقع ان انا اجي عليه، لا. هو مش كده، واضح جدا يعني. فهو عادي، ممكن بتحصل في اي ماتش عادي. انا ممكن اي لعيب ما يكونش موفق في الماتش ده او مش في حالته، والماتش يعني الماتش بالنسبه لي انا كمدير فني مهم جدا جدا. ان انا اطلع محمد صلاح مش تقليلا من محمد صلاح خالص. محمد صلاح نجم كبير جدا، لكن انا في الفتره دي محمد صلاح ممكن ما يفيدنيش في الوقت ده. ففي لعيب تاني ممكن ينزل يفيدني وممكن ما يفيدنيش، لكن انا المفروض المدير الفني انا عارف انا بعمل ايه. فايا كان هو محمد صلاح، في ناس منزلين اللقطه ان هو بعد الجون
لكن دي بتحصل في كوره وحصل كتير جدا مع لعيبه كبيره جدا الإزازة. بتحصل كتير جدا وبتحصل في اي لعيب اصلا احنا انت كلاعب كوره انا بني ادم يعني طبيعي ان انا ممكن اتضايق فتره لكن هو اللي ظبط لما بيبقى عليك انت بقى مش عارف لكن معظم الناس في العالم كله بيعمل لكن هي اللقطه الكامله واللعيبه كبيره جدا عملت كده بيحتفل وبيحذف الازازه بعد الاحتفال عادي جدا يعني طبيعي احنا كمصريين احتفلنا كده يعني احنا احتفلنا كله كده يعني بتلاقينا مش عارف ما بنفرحش بصراحه مستنيين الاثار حفظتي ان لقيت سيل من الهجوم على صلاح على الفيسبوك يعني بصراحه استغربت يعني انا بصراحه ملاحظ برضو الموضوع ده لكن يعني هو برضو محمد صلاح مدرك النقطه دي ان الناس كلها فرحانه بيه والناس كلها يعني عايزاه في احسن حاجه دايما فهو ممكن يتعثر ماتش او ماتشين الناس ده يعني الانتقاد ده مش بالصوره محمد صلاح مدرك وفاهم يعني النجم كبير ما شاء الله فهو مش الناس بتفكر ان الحاجه دي بتاثر عليه كلام الفيسبوك او الحاجات لا ما مستحيل تكون بتاثر عليه يعني هو في منطقه بعيده يعني لو بتأثر عليه ما كانش هيوصل اللي هو فيه دلوقتي كلام مهم جدا من لعيب ونجم كبير جدا بعيدا عن الملعب ميدو جابر هواياته ايه بصراحه يعني ماليش هوايات معينه انا بحب الهدوء بصراحه هدوء هادي بحب الهدوء ومع في البيت ومع اصحابي القدامى يعني في الفيوم يعني هم دول هي الفتره اللي انا بعيش من ساعه ما جيت النادي الاهلي هي دي يا اما في البيت مع والدي ووالدتي يا اما مع اصحابي بس ما فيش حاجه يا اما في النادي الاهلي ما فيش لا ما فيش يعني مثلا في ناس تحب القرايه في ناس تحب مثلا تركب عجل في ناس تحب سباحه في 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 انت مركز في الكوره وقراءه القران بس تمام لو ما كنتش لعيب كوره كنت شايف نفسك تبقى ايه لا والله يعني ما انا بصراحه يعني هي لعيب كوره يعني مش شايف يعني لكن لو ما كانش في لعيب كوره اكيد كان في حاجه ثانيه موجوده لا انت كنت شايف نفسك مثلا لكن انا من وانا طب الهندسه الطيران لا انا بصراحه كنت يعني ضابط الجيش كنت بحبها جدا يعني مش هكذب عليك لكن انا بصراحه كره القدم من وانا صغير لعيب كوره ان شاء الله يعني ان شاء الله اطلع لعيب كوره شايف نفسك القدم في الكوره وشايف بقى بدله ضابط الجيش الصراحه بس لكن انا لعيب الكوره او مهنه كره القدم بصراحه انا بعشقها من وانا صغير فان شاء الله هطلع لعيب كوره يعني بس وربنا حقق لي ده الحمد لله ربنا حقق لك ده وربنا حقق لك انك تكون لعيب كوره نجم كبير بتلعب في النادي الاهلي كل التوفيق ليك ربنا يخليك نورتني ربنا يخليك ده شرف لينا ربنا يخليك اللي شرف انك متواجد مع حضرتك النهارده وبشكر الناس كلها في قناه النادي الاهلي والناس كلها اللي تابعتني الف شكرا يا كابتن ربنا يخليك ميدو جابر لعيب من اللعيبه المميزه جدا والمؤدبه وتحت يعني حط تحتها 100 خط لعيب عارف هو بيعمل ايه حلمه ان يبقى لعيب كره قدم حققه